معركة الحديدة تدخل يومها الخامس وسط مؤشرات ميدانية على قرب نجاح القوات الموالية للحكومة في إحكام الخناق على ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي لا تزال تسيطر على الأجزاء الرئيسة والمواقع الحيوية ومن بينها الميناء وتحتفظ بالمدخل الشمالي للمدينة. الأنباء الواردة من الحديدة تشير إلى استمرار التدخل الكثيف للطيران الحرب التابع للتحالف والذي يواصل استهداف تحصينات وتجمعات الميليشيا في المدينة، فيما تستمر قوات الجيش في محاصرة عناصر الميليشيا وقناصاتها في الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة. سير المعارك في هذه الأثناء يشير إلى استمرار وتيرة المواجهات لكن دون تقدم تسجله القوات الحكومية باتجاه استكمال السيطرة على محيط المدينة وصولاً إلى الميناء. مصادر في الميليشيا تحدثت عن وقوع معارك عنيفة خلال الساعة الماضية في منطقة الكيلو 16 مع ادعاءات بتدمير نحو 13 آلية للقوات الحكومية، لكن لم يصدر حتى الآن بيان رسمي يؤيد أو ينفي هذه الادعاءات. الوضع الإنساني يزداد صعوبة فيما يواجه سكان مدينة الحديدة، صعوبة في التنقل، الأمر الذي أحال الحديدة إلى مدينة أشباح كما يقول مسؤولون في منظمات إغاثية. مدير منطقة الحديدة في المجلس النرويجي للاجئين إيزاك أوكو أوضح أن كل من يعيشون بين المطار والجامعة في جنوب المدينة خلال الأربعة الأيام الماضية على بدء المعارك محاصرون وأنهم يعيشون ظروفا بالغة القسوة وتجاوزت مستويات الكارثة، خصوصا أن الضربات الجوية كانت شديدة الكثافة خلال تلك الفترة. فيما عبرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إيغوليت توما التي زارت الحديدة في الآونة الأخيرة عن القلق من اقتراب القتال من مستشفى الثورة وهو المستشفى الرئيس على ساحل اليمن الغربي الذي يتردد عليه آلاف اليمنيين للعلاج من أمراض منها الكوليرا والدفتيريا. قبل انتهاء مهلة الشهر التي حددها الأمريكيون لبدء وقف لإطلاق النار، يسابق التحالف الزمن من أجل تحقيق اختراق في مدينة الحديدة يرسخ واقعا جديدا في هذه المنطقة الحيوية من البلاد، وهو أولوية أمنية سعودية في إطار مساعي المملكة لحرمان الحوثيين من الحصول على المزيد من الأسلحة عبر ميناء الحديدة.